لتدعيم صفوف المؤسسة العسكرية الليبية بكوادر وطنية شابة. استقبلت مدرسة ضباط الصف بمدينة بنغازي الدفعة الثالثة من المجندين الجدد، حيث تم الشروع في إعطائهم التدريبات الأساسية وتأهيلهم وتقوية لياقتهم البدنية لتخريج جنود أكفاء ذوي مهارة فنية عالية ومستوى علمي متميز. أتقدم بالشكر والتقدير إلى سيدي القائد العام سيدي رئيس الأركان العامة على تواصلهم معنا بشأن الملاحظات والإشراف التام على تدريب الطلبة في مراكز تدريب سلوق وطبرق والمرج والآن في مدرسة ضباط صف. هذه الدفعة بعد التسجيلات السابقة رأينا من هؤلاء الطلبة الحماس والمعنويات العالية لديهم واستعدادهم للدفاع عن الوطن ومقابلة أي غزاة لهم أطماع في ليبيا. في ذات السياق قام مدير إدارة التدريب بالقوات المسلحة بجولة تفتيشية ومتابعة سير الخطة التدريبية بالمدرسة والوقوف على مستوى تنفيذها وحضور التمام الصباحي لكافة المنتسبين في الساحة الرئيسية، كما قام أيضا بالمرور على قواطع التموين والإعاشة الخاصة بالطلبة أثناء تناولهم وجبة الغداء للإطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم وصحتهم العامة. الحقيقة كان الإقبال جيد، يعني تجاوزت الدفعة أكثر، الدفعة الثالثة هذه أكثر من 170 طالب، معنوياتهم عالية كلهم من دفاع عن الوطن، مندفعين لأن يدافعوا عن وطنهم ضد الاحتلال التركي وضد الميليشيات المارقة. نحن كمنتسبي الدفعة الثالثة لمدرسة ضباط الصف متوفر التمويل لدينا بشكل ممتاز، مثل الوجبات المختلفة واللحوم البيضاء والحمراء والعصائر المختلفة والفواكه، والأمر ممتاز جدا. كما تم المرور على المرافق الحيوية والمباني الرئيسية والعنابر والفصول الدراسية التي يجرى صيانتها والتي وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، كما تم التأكيد على تسخير جهود مضاعفة وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتكملة المسيرة نحو بناء جيش وطني قوي قادر على ردع أي أطماع استعمارية وحماية حدود الوطن ومقدراته. لقناة ليبيا الحدث، خليل البرغثي. نحن جينا.